مؤتمر ذلك المساء. أولا بغيت نشكر الإخوان ممثلي وسائل الإعلام اللي حضرات، وبغيت نشكرك على حسن الاستقبال وحسن الضيافة في المكتب ديالك، ونشكر بالخصوص الأخ والصديق العزيز الأستاذ درويش المناضل المعروف اللي كتربطني معه علاقات سنوات سنوات، والمعروف في الساحة الحقوقية والثقافية بالنضال ديالو على القضية الأمازيغية، ورفقة مجموعة من المناضلين والمناضلات وتكتلات يعني جمعوية كبيرة، فأشكركم مني كل الشكر والتقدير. وبغيت نقول المهنية على أنه غادي يتشاور في هذا الإطار، وكانت مشاورات إيجابية، كل الناس بتنازل، كل الجمعيات اللي قدمت شكاية ضد إلياس الملكي، فهذا يدل على شيء. أولا كيدل على السمو الأخلاق وسمو التعامل، وعلى التمغربية وعلى القيم الأمازيغية المغربية اللي فينا كاملين، واللي كنفتخروا بها كاملين كمغاربة، وماشي يعني تملقا ولا تأسفا. وانت كتعرف يعني المبادئ ديالي في هذا الإطار هذا. وعلى كل حال يعني اللي تجد الصدر ديالي هو التفهم العالي والراقي لديال الأستاذ سيدي محمد المولى الأخ والصديق العزيز الأستاذ درويش، لأنه احنا ما غنسمحوش أولا كمغاربة وكحقوقيين وكأمازيغ وكصحراويين وكريفيين وكمختلف التمثلات ومختلف الأصول ديالنا، نسمحوا لشي واحد يبغي يصطاد الماء إلى عكير، ولا سيما أننا لا من ناحية الدستورية ولا من ناحية المواثيق الدولية ولا من ناحية القيم ولا من ناحية الواقع أننا هذه الأمور محسومة. فكل الشكر لك زميلي المحترم، وكل الشكر للسي الأستاذ درويش، ومن خلالكم مختلف الجمعيات في شخص رؤسائها وأعضاء مكاتبها ومجالسها، فكنشكركم جميعا على هذه الالتفاتة الإنسانية. وكونوا على يقين لأن الموكل ديالنا إلياس الملكي يعني ليست له أي خلفية أو شيء من هذا القبيل، اللي يعني كانت الأمور مقصودة، وبطبيعة الحال أصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء من هيئة الجديدة والزميلات اللي كانوا في هذا الملف، واللي يعني نظرا للبعد ونظرا للظروف ديال التنقل، فكنبغي نشكر الأستاذ الزميل ديالنا سي محمد واللي هو معهود في هذه الأمور في الحياة ديالو المهنية وخطه المهني والنضالي. ونشكر الأستاذ درويش من خلالكم كل الجمعيات، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن اللاعب ديالنا الكبير سي زكريا اللي قدم حتى هو شكاية يكون سي مرزوق أنه يعني يكون في المستوى ديال 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 القيمة ديالو والعطاءات اللي أعطاها، وهو كبير في عينين جميع المغاربة، وما كنظنش يعني غادي يبخل على هذا الطلب اللي كان نشدوه من خلالكم باش حتى هو يسمح لإلياس. وإلياس إن شاء الله بمجرد ما بي يعني يتخذ القرار اللي احنا ما كنعرفوش، ولكن في الغالب لما كيكون الصلح ما بين الأطراف وتنازل عن الشكايات، النيابة العامة وعودتنا كتمشي في الاتجاه ديال العدالة التصالحية، وكتحفظ إما الملف أو كدير متابعة في حالة الصراحة، وخاصة أنه عانى من تجربة السجن وشاب في مقتبل العمر غيقدم اعتذار للجميع. احنا كدفاع وباسم الأسرة ديالو باسم لكم ودي يعني الله يجعلكم من القاضي من الغيظ والعافين عن الناس. شكرا لكم.